برضه كابتن مره تانية، لكن خليني كابتن ابو الدهب رايك في المباراه وتقييمك للفوز والثلاث نقاط المهمين اللي مصر اخذتهم النهارده وتصدرت بيهم المجموعه. لا في البدايه خليني اقول لك يا فاروق ان مبروك طبعا الفوز، ان انت كنت محتاج الفوز بعد الضغط الكبير او الكلام الكتير عن كروش ان هو استبعد لعيبه كبار جدا مهمين زي محمد شريف وقفشه. تشكيل النهارده كان بالنسبه لي لحد ما ان انت النهارده وجود مرموش ان انت ما اتفرجتش عليه او ما شفتوش او الناس ما تعرفش عنه حاجه، بدليل ان هم قارنوه ان هو ايام كابتن شوقي غريب ان ما خدوش حتى الاولمبياد او استبعدوا من البطوله. فبالتالي ده كان تغيير يعني او تغيير غريب شويه، ان انت عندك لعيبه متالقه في الدوري المصري زي زيزو زي رمضان صبحي، فبالتالي دي اللي كانت الغريبه شويه. فالراجل كان مضغوط بشكل كبير جدا. النهارده ليبيا برضو اديتك فرصه ان انت تستحوذ بشكل كبير جدا. النهارده كان في لعب فرد كتير. النهارده لا وجود قفشه موجود، يعني مش عايزين نتكلم كتير ان موجود وجود قفشه لازم يبقى موجود بشكل كبير في المنتخب. محمد شريف برضو لعيب كويس جدا لو موجود في الحته دي. فبالتالي انت كسبت وانت كنت محتاج ان انت عندك ضغط، راجل مديك مساحه ان انت تلعب بتاع فريق ليبيا، فبالتالي انت محتاج الحته دي بشكل كبير جدا. لكن النهارده انت النهارده الاداء متوسط، ما تغيرش كتير جدا عن كابتن حسام البدري عشان الناس ما تتكلمش. في لعيبه كتير النهارده عندك ثلاثه، انت كنت ممكن النهارده يا كابتن رضا ان انت تلعب بمدافع واحد ديفندر واحد، انت مش محتاج ان انت تلعب باثنين ديفندر، كنت ممكن تنزل النهارده رمضان ابراهيم عادل، تنزل النهارده محتاج ان انت كتغييره طبعا. التغييرات النهارده ما اثمرتش عن شيء يا فاروق او ما غيرتش حاجه بشكل كبير في التشكيل او في الاداء. في النهارده الاداء كان لحد ما يعني متوسط، ان انت مستحوذ وده فرصه ان اديتك فرقه ليبيا هل مدك الاستحواذ الكبير ده. طب كابتن شادي برضو يعني خلينا برضو